والآن نتحول إلى مروة ومعها أخبار الأحوال الجوية. أهلا مروة، تفضل. أهلا ريما، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جوية جديدة. قبل أن أنتقل إلى توقعات المناخية الخاصة بالسعودية، سنلقي نظرة على هذا الخبر، حيث أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الرصدين للسماء في كافة مناطق السعودية سيتمكنون عقب غروب الشمس اليوم من رصد هلال القمر الجديد بسهولة في الأفق الغربي من قبة السماء، وذلك بعد حدوث الاقتران. وأشارت أيضا إلى أن كوكب المشتري يصل إلى التربيع الشرقي شرق الشمس، وسيظهر في أعلى السماء فوق رأس الراصد مباشرة بعد غروب الشمس وقبل الانتقال إلى ظلمة الليل. الخبر مشاهدينا كان من صحيفة المدينة. الآن نلقي نظرة على توقعات المناخية الخاصة بالسعودية، حيث توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر أجواء المملكة برياح جنوبية نشطة السرعة على شمال وغرب المملكة كما تشاهدون خلفي على هذه الخارطة، مع ارتفاع في درجات الحرارة. كما توقعت تكون السحب الركامية الرعدية، حيث تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار على منطقة تبوك والجوف وحائل، وتتحرك خلال هذا المساء باتجاه الشرق والجنوب الشرقي أيضا، وتؤثر على منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، كما تشمل أيضا المدن الساحلية منها. ليس فقط السعودية مشاهدين لها النصيب من هذه الأمطار، ولكن تصل إلى مناطق متفرقة من شبه الجزيرة العربية، سواء كانت العراق تغطي المناطق الجنوبية منها وأيضا الوسطى، وتصل إلى الكويت بكمية كبيرة أيضا على مختلف المناطق فيها، وتصل إلى قطر خلال اليومين المقبلين، ولها تأثيرات أيضا كما تشاهدون على هذه الخارطة على المناطق الجنوبية الغربية من السعودية، وتمتد لتصل إلى المناطق الجنوبية الغربية من الأراضي اليمنية. هذه درجات الحرارة متوقعة مشاهدينا في منطقة شبه الجزيرة العربية. نلقي نظرة على مسقط هذه الليلة، تصل إلى 26 درجة مئوية، أجواء صحوة هذه الليلة. أيضا أبو ظبي تنخفض عن المستويات العشرينية مع أجواء صحوة. مشاهدينا هذا كل ما لدي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.